السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، هذا الوباء اللي راح نحطه لكم اليوم في الصفحة في القناة، هي كم مرة تبدل الاسم تاعها؟ ساعات لارا، ساعات هيبة. المهم، إنسانة خطيرة جدا، وهي نشيطة على الفيسبوك وتضرب العقيدة في الصميم وتسيء الإسلام. نحضروا ونعاودوا ونحطوا لكم هذه الحسابات، واللي يقدر يبلغ إدارة الفيسبوك أو المصالح الأمنية هنا في الجزائر يبلغ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن راهي وصلت لدرجة من استباحة دين الله. يعني وحنا في هذه الأزمة الخانقة اللي راهي عايشتها الجزائر، يعني سبحان الله سبحان الله، يعني هل الناس ساقطين وفايحين لدرجة لا يمكن تصورها؟ وعليه يا ناس، الله عز وجل ما ظلمنا. كي توصل هي هنا تقول الله يساوي فرشاة أسنان، وتقول الله فشل في حماية بيوته. إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما تنساوش إخوة الكرام، تتعاملوا مع الوضع بجدية بدون استهزاء. إن راك تشوف فيروس صغير جدا لا يرى لا يرى أبدا، راهم داير العجب في الغشي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم من ججلي الفينيقي العربي الجزائري، السلام عليكم.